الذي سمعتم بها. حلو، الطائفة المنصورة هم أهل الحديث، وإذا كانوا هم أهل الحديث ومن ينهج منهجهم، لأنه ليس عندنا نحن نص عن الرسول عليه السلام إنهم أهل الحديث أو أهل السنة. كلام العلماء. نعم، كلام العلماء فيه. كلام العلماء. وأنا أقول كلام العلماء لما بيقول هم أهل الحديث. إذا لم يكونوا هم فمن هم؟ اسمع يا أخي، حينما يقولون أهل الحديث، هل رجل عامي هو من أهل الحديث؟ أنا السؤال الثاني كان من هم أهل أنت الحديث؟ أنت من هم أجب، أهل الحديث؟ نعم، حيجيك الجواب. هذا هو. أنت أجب. نعم، رجل عامي من عامة المسلمين، هل هو من أهل الحديث؟ لا. متى يكون من أهل الحديث؟ إذا درس الحديث. لا لا، هنا الخطأ يكمن. طيب، مش إذا درس الحديث. نعم. لا، إذا تبنى منهج أهل الحديث. ماشي. ولا لا يمكن أن يكونوا كل المسلمين علماء في الحديث. ولذلك أقول الطائفة المنصورة هم أهل الحديث، كما قال أئمة الحديث الأولين كمالك وعلي بن المديني وغيرهما. ولكن ليس المقصود بهذه النسبة هو جماعة معينين في بلد معين بأسماء معينين إلى آخره. لا، هم طائفتان، أهل الحديث طائفتان، قلة وكثرة. القلة هم العلماء، العلماء بالسنة، والكثرة هم الذين يمشون على منهج أهل الحديث. لو رجعنا أدراجنا إلى العهد الأول، القرن الذي شهد له الرسول عليه السلام بأنه خير الناس، الصحابة لا يشك ذو علم وبصيرة أنهم كانوا على هذا المنهج، يعني منهج الكتاب والسنة. ولكن هل هم كلهم كانوا عارفين بالكتاب والسنة؟ لا. يذكر ابن القيم وغيره بأن العلماء من الصحابة الذين كانوا معروفين بالإفتاء للألوف المؤلفة من الصحابة هم بالكاد يبلغ عددهم 1200 صحابي، بالكاد يبلغون هذا العدد، يزيدون قليلا أو ينقصون، والبقية يستنبطون ويعتمدون على هؤلاء. إذن التاريخ يعيد نفسه، فمن تبنى منهج أهل الحديث وأهل السنة فهو من الطائفة المنصورة. ولذلك حينما أنا أسأل بمناسبة حديث وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال هي الجماعة، وفي رواية هي التي على ما أنا عليه وأصحابي.